أحسن الله إليكم. هذا الأخ إبراهيم يقول: فضيلة الشيخ، أريد من الشيخ إجابة حول العمل في المحاماة وما ضابط ذلك، حيث عرض علي مكتب فقلت أريد أن أستشير وأسأل عن ذلك. العمل المحاماة فيه تفصيل، إذا كان لا يدافع عن باطل ولا يزور في المحاماة، وإنما يلزم الصدق، يلزم الصدق في المحاماة وينوب عن غيره في المطالبة بالحجة الشرعية فلا بأس بها. وأما إذا كان يزور أو يماطئ أو يكذب في المحاماة من أجل أن يكسب القضية، هذا حرام ولا يجوز له، وما يأخذه في مقابلها على هذه الصفة فهو حرام، كسب حرام. الله جل وعلا قال: ولا تكن للخائنين خصيما، لا يدافع عن الإنسان الخائن والكاذب والمبطل، إنما ينوب في القضية إذا كانت على طريق شرعي. نعم.